السلام عليكم. اليوم راح أتكلم عن موضوع مهم جدا للكثير، وهو موضوع القلق النفسي أثناء الاختبارات. هذا الموضوع لو بقسمه إلى 3 أقسام: الأول متعلق بالتحضير للاختبار، الثاني الاطلاع على تجارب الآخرين، الثالث معرفة أن هناك من يستطيع أن يقدم لك المساعدة. الأول التحضير. فترة الاختبار، لما يكون عندي اختبار بعد يوم يومين من الآن، هذه ليست فترة قراءة معلومة جديدة. اثنين التحضير، يجب أن يكون باكرا قد ما أقدر، وممكن تكون فترة قبل الاختبار بيوم يومين، هذه فترة راحة لي أساس أتغلب على التوتر الناتج. إلا الجانب الآخر، الاطلاع على تجارب الآخرين. الاطلاع على تجارب الآخرين بمعنى أنك قبل ما تدخل أي اختبار في الحياة، بغض النظر عن موضوع، يجب أن يكون عندك وعي كافي بطريقة الاختبار، بتجارب الناس اللي دخلوا، وبطريقة الاختبار. الجانب الثالث، عند الحاجة، أنت لست وحيد، عندما لما تكون أنت من الناس اللي يعانون من ضغط نفسي ومن توتر كبير، هناك من يستطيع أن يقدم لك المساعدة. إذا أثرت هذه الضغوط النفسية عليك وأصبحت تعاني من خوف شديد، تفكر أنك أنت مثلا ما تدخل الاختبار، تفكر تأجل الاختبار، تصاب بتوتر كبير ليلة الاختبار وقبله بأسابيع، وأثرت على علاقاتك الاجتماعية وعلاقاتك الحياتية وسببت لك تأخر دراسي، فهناك من يستطيع أن يقدم المساعدة. أولا المعالج السلوكي، وثانيا الطبيب النفسي. يجب برضو دائما أن تكون على اتصال تام بمن حولك. مثلا لو نقول أنك أنت طالب كلية، طالبة كلية طب مثلا، لازم دائما تكون على اتصال مع المشرفين، مع المرشدين الأكاديميين، مع الطلاب، مع زملائك. لذلك لما تتعرض لأي تغير في حياتك، تكون متواصل مع الناس اللي حولك، تكون متواصل مع مرشدك الأكاديمي، ومن ثم هم بيحولونك الخطوات اللي ممكن تساعدك. فأنت لست وحيدا، هذه المشكلة يعاني منها كثير من الناس ولها حلول. والقلق ينقسم إلى قسمين: القلق الطبيعي اللي يدفعك لبذل المزيد، والقلق المرضي اللي يمنعك من بذل المزيد. فإذا كنت أنت والله القلق يخليك تجيب درجات أعلى مثلا، نتائج عالية، فأنت بخير. لكن إذا كان عندك القلق يمنعك من أشياء كثيرة، هنا ممكن لازم علاج وتدخل من مختصين. شكرا لكم.